والله كلمة جميلة من الدكتور محمد مرسي بيطمن الشعب كله وإن هو هيقدر يجيب حقوق أسر الشهداء إن شاء الله، يعني توحيد الصف الثوري كله حول كلمة واحدة. وطبعا طمن الناس إن الجيش هيرجع سكناته تاني وده شيء جيد جدا، بالإضافة إلى محاولة جيدة لرجوع البرلمان المنتخب بإذن الله واستكمال مسيرة الثورة بنهضة مصر إن شاء الله.